الإخوان المشاهدين والمتتبعين الأعزاء، الإخوان السائقين، الناس اللي كتقبض الطريق، تحية لكم جميعا أينما كنتم. وانت الناس اللي ما كيقبضوش الطريق يسافروا معنا في القناة وحسبوا رسم راهم شادين الطريق. تحية لكم جميعا أيها الإخوة المشاهدين والمتتبعين الأعزاء. شوفوا معنا هاد الإخوان هاد المقطع والطريق تبارك الله ديال الصحراء كيولات. يا سلام يا سلام يا سلام على الطريق. الإخوان راك تقول غادي في طريق السيار، تبارك الله الطريق. يا سلام يا سلام، اللهم بارك. كل شيء مشي مرتاح، السيارة مشي مرتاحة، ولا الشاحنة والسائق مشي مرتاح. تحية لجميع السائقين وتحية لجميع متتبعي قناة مناظير بلادي. وخليكم مع هذا المقطع الجميل الجميل والرائع. يا سلام، هذا المقطع الإخوان من الواد الوعر حتى ندخلوا وسط أخفنير. أخفنير المدينة السمكية الممتازة، أو من لا يعرفها أخفنير. الإخوان اللي مكلاش السمك في أخفنير مكلا والو، دوز الإخوان تمايا، إما فطر بالحوت ولا تغدى به ولا تعشى به. خود الحوت طري وكل الحوت على راسك، على راحتك الإخوان. تحية لجميع المتتبعين، وخليكم على الفيديو حتى النهاية الإخوان. نشوفوا معنا إن شاء الله إن أخفنير كتمتاز، هي اللي نقول الإخوان هي فازت بهالطريق السريع. باش فازت بالطريق السريع؟ لانه الطريق السريع كيتوسط المدينه، لان الطريق السريع جا وسط المدينه، دايز من وسط المدينه. داكشي اللي جعلها كتمتاز، واحد الميزه خاصه، وان شاء الله عندها مستقبل كبير. ونتمنى التوفيق لجميع المدن اللي قريبه لهذا الطريق او التي يتوسطها الطريق السريع. وخليكم مع الفيديو الاخوان حتى النهايه، وفرجه ممتعه. وتحيه لكم جميعا اينما كنتم، ما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش ديما يوصلكم جديد. وما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والعائله باش كلشي يستافد، كلشي يشوف المناظر البلاد، كلشي يشوف الطريق ديال البلاد، كلشي يشوف الصحراء ديالنا ويشوف الشمال والجنوب. تحيه لكم جميعا اينما كنتم، خليكم مع الفيديو حتى النهايه، فرجه ممتعه.
الاخوان المشاهدين اللي بغى يشوف موقع عجب الله هو على اليمين اللي زرا كاينه واحد المغاره تما كيخوت فيها الماء ديال البحر يدير عليه واحد الطله تما ويشوف داك المنظر العجيب ويكمل الطريق الاخوان الى مدخل مدينه اخ بنير. الاخوه المشاهدين هانتوما كتشوفوا حنا داخلين هاد المدينه هاد البلاج ديال اخ بنير. هانتوما تشوفوا الاخوان الطريق تبارك الله راه واسعه والشارع اشنو اللي نفع هاد المدينه الاخوان نفع هو الشارع ديالها كان متسع مزيان كان فيه واحد اتساع يعني واحد يعني واسع الاخوان كما كنقولوا راه يعني راه فيه واحد المساحه كبيره هاد الشيء هو اللي جعلها كتمتاز باش تدوز وسط من هاد الطريق لانه كون كان الشارع ضيق ما يمكنش لهم يدوزوها ومن حسن الحظ ديال هاد الفيلاج باش يمتاز بهاد الطريق وهو الشارع ديالو كان فيه اتساع مزيان تقريبا اكثر تكون فيه شي 20 متر ولا اكثر من 20 متر هي اللي جعل هاد الطريق دوز متسعه وانتم كتشوفوا الطريق راه واسع وكاين باركين ديال السيارات يعني واخا ديزا الطريق راه كان باقي اتساع على جنب المحلات التجاريه والمقاهي وما تنساوش دوزو خذوا لكم شويه السمك خذوا لكم شويه الحوت خذوا لكم شويه السمك اخ فنيرة الاخوان المشاهدين وكملوا الطريق ديالكم بسلام وخذوا قسط من الراحه هذا الفيلاج الجميل وكملوا الطريق ديالكم الى مدينه الطرفيه او الى مدينه العيون وطريق السلامه واللي بغى يمشي للسماره الاخوان فهاد الرمفه اللي بانت لكم هنايا كاين الطريق على السماره على اليسار اللي بغى يمشي للطريق السماره يكمل واللي بغى يمشي للعيون ولا الطرفيه يكمل الطريق ديالو بسلام واتمنى طريق السلامه لجميع مستعملي الطريق فرجة ممتعة وخليكم على الفيديو حتى النهاية وتحية لكم جميعا أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن جميع متتبعي قناة مناظر بلادي تحية لكم جميعا والسلام عليكم.